دكتور مساء الخير وأهلا بك معنا. إذن كيف تقرأ هذه التطورات الجديدة في شبوة وتحرير منطقة نجد مرقد واللواء 153؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام، وتحية للزميل صلاح العاقل، ونحمد الله على سلامتهم من هذه العمليات الغادرة التي تستهدف المناطق الآمنة من قبل هذه الميليشيات الإرهابية. ونترحم على الشهداء والشفاء للجرحى، وتحية لأولئك الأبطال الذين يسطرون ملاحم بطولية استثنائية ضد الميليشيات الحوثية في مناطق شبوة، التي تمر الآن 10 أيام هزت كيان الميليشيات الحوثية ولم تشهد لمثل هذه المعارك أثرا في كل الأعوام السابقة. خلال هذه 10 أيام تم تحرير عسيلان وبيحان، وتدور الآن رحل معارك في محيط مدينة العين وهي مركز مديرية العين، حيث تمكنت القوات العمالقة الجنوبية من أن تسيطر على المنافذ المؤدية إلى هذه المدينة وتحصر الميليشيات الحوثية في داخلها. وهناك كما بلغنا هروب أعداد كبيرة من المقاتلين الذين دفعت بهم هذه الميليشيات من المراهقين والشباب الذين حتى لا يجيدون فنون القتال، فيما بقي أولئك العقائديين الذين ينتمون إلى يرتبطون بدولة الملالي في طهران. وأعتقد أن الساعات القادمة ستكون حاسمة، خاصة وقد سيطرت قوات العمالقة على أهم المنافذ مثل الساق ومجبجب، وكذلك السيطرة على الموقع الاستراتيجي نجد مرقد، وهو من أهم المواقع الاستراتيجية الذي كانت تتحصن به الميليشيات الحوثية، ويعود بناء هذا الحصن إلى أيام الإمارة، إمارة بيحان الهاشمية، أثناء الصراع مع المملكة المتوكلية اليمنية. وها هي الميليشيات الآن تتحاصر في هذا الإطار الجغرافي الضيق، ونتوقع خلال الساعات القادمة أو في أقل وقت ممكن استكمال تحرير مديريات بيحان والانتقال إلى مرحلة تأمين هذا الانتصار في محيط هذه المديريات المحررة بدماء الشهداء الأبطال ودماء الجرحى الذين سطروا هذه الملاحم البطولية.